ما زالت الشائعات التي تلاحق الفنان الكبير عادل إمام مستمرة ولا تكاد تمر فترة من دون أن يتم تداول أخبار متعددة عنه تنطلي جميعها تحت عنوان الشائعات. فمن إصابته بالألزهايمر إلى اعتزاله ومرضه حتى وفاته وجميعها عناوين تصدرت الأخبار الفترة الماضية. واليوم اسم الفنان عادل إمام ترند من جديد وعلى مختلف المنصات، والسبب أيضا شائعة جديدة. فشائعة وفاة جديدة أشعلت المنصات الساعات الماضية، وتم تداول خبر وفاة عادل إمام على نطاق واسع، الأمر الذي استوجب نفيا عائليا ومهنيا. فعائلته نفت الخبر وكذلك نقيب المهن التمثيلية. فخرج شقيق الفنان المنتج عصام إمام وقال إن الزعيم بصحة جيدة وكل ما يتم تداوله من أخبار عن وفاته غير صحيحة، وأكد أن أسرة عادل إمام ملت من كثرة الشائعات التي تكتب عنه كل فترة وأخرى، وقال نصا والله العظيم الزعيم زي الفل. أما مهنيا فخرج نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأكد أن عادل إمام بصحة جيدة، وأنه في حال كانت الأخبار الصحيحة لا قدر الله فسيتم الإعلان عنها رسميا وستتخذ كافة الإجراءات. وعن مطالبة الناس لأسرة الزعيم بتسجيل فيديو له للاطمئنان عليه، قال أشرف زكي من غير اللائق أن يطلب من أسرة الفنان طلب كهذا. حقيقة يبدو أن الحالة الصحية لعادل إمام تشغل بال كثيرين من الناس، ويبدو أن تصريح الفنانة مادلين طبر الذي أشعل الرأي العام من أيام حول الاطمئنان على عادل إمام ومطالبتها بإفراج عائلته عنه والطلب من ابنه رامي أن يرد على رسائلها، يبدو أنه فتح الباب للفنانين الآخرين للمطالبة بنفس الشيء. فخرجت الفنانة عفاف مصطفى أيضا ووجهت رسالة إلى ابن عادل إمام المخرج رامي إمام، وطلبت منه أن يرد على رسائلها التي أرسلتها له، وطلبت منه فيها السماح لها بزيارة النجم ولقائه. وفي بوست على فيسبوك قالت إنها الوحيدة القادرة على إضحاكه، وسألت ابنه قائلة هو أنا خطر على بابا لماذا لا يسمح لي بزيارته.